بكم، كل تحيتي والامتناني لمشاهدينا الكرام ومتابعينا على منصات التواصل الاجتماعي وضيوفنا الأعزاء في الاستوديو. أرحب بكم في النسخة 26 من مناظرة، ساحتكم للاختلاف والجدل الصحي والنقاش بكامل الحرية والديمقراطية. أنا ميس النباني، إعلامية أردنية، ويسعدني أن أصحبكم في نقاش أطروحة هذه الحلقة والتي ستحمل عنوان يجب تدريس الدين بمناهج التعليم الحكومي. يلعب الدين دورا كبيرا ضمن المناهج الدراسية بالمدارس بمراحلها المختلفة في البلدان العربية، ومع وجود غالبية مسلمة في هذه البلدان وإقرار دساتيرها بأن الدين الرسمي هو الإسلام، يفرض تعليم الدروس الدينية الإسلامية بالمدارس ضمن مناهج التعليم. يرى المؤيدون لأطروحة اليوم أن إجبار تعليم الدروس الدينية هو خطوة أولى للحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع العربي ومنع أي محاولات تشويها وتغيير للعادات والتقاليد التي تحكم الأسر العربية، وإن تدريس المناهج الدينية تحت إشراف الدولة يمنع تعرض الطلاب للأفكار المتطرفة. أما معارضو أطروحتنا اليوم فيرون بأنه ليس من حق دولة أن تجبر مواطنيها على تعلم دين ومذهب معين بالمدارس، وأنه يجب على الدولة أن تقف على مسافة واحدة من كل الطوائف الدينية والمذهبية، وأن الحل هو استبدال مادة الدين بمادة لشرح تاريخ الأديان كلها. إذن يجب تدريس الدين بمناهج التعليم الحكومي هو موضوع مناظرتنا اليوم، ويسعدني أن يكون ضيوفي فيها على يميني المؤيدة لأطروحة اليوم من تونس الباحثة في علوم اجتماع الدين الأستاذة شيماء عيسى، وعلى يساري الرافضة لأطروحتنا من الكويت الدكتورة ابتهال الخطيب أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة الكويت، وفي الجانب المؤيد من الأردن حسان القاقة الطالب بكلية تكنولوجيا المعلومات، بينما في الجانب المعارض لأطروحتنا من المغرب مروان المعزوزي الطالب بكلية علم النفس. والآن ننتقل إلى بدء نقاشنا ونفتتحه بتصويت الحاضرين على أطروحة هذه المرة يجب تدريس الدين بمناهج التعليم الحكومي. إذا كنت مؤيدا لهذه الأطروحة وترغب في الإجابة بنعم فعليك الضغط على الرقم 1، وإذا كنت ترفض ذلك وتود الإجابة بلا فعليك الضغط على الرقم 2. أنتهز هذه الفرصة وأشكر متابعينا على كل منصات مناظرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبإمكانكم المشاركة في النقاش بإرسال أسئلتكم عبر الصفحات الخاصة بمناظرة على هاشتاج DD25 أو في منشن لحساب مناظرة. نحن دوما في انتظار مشاركاتكم لتثري نقاشنا وتضيف إليه أبعادا جديدة. والآن سنستعرض معكم نتائج التصويت. إذن النتيجة تقول بأن هناك 65% مؤيدون لهذه الأطروحة و 35% هم معارضون لها. إذن هل ستبقى النتيجة كما هي بانتهاء نقاشنا اليوم أم أن فريقا سينجح في تغيير وجهات النظر وبالتالي التغيير على نسبة التصويت؟ طبعا هذا ما سنكتشفه بعد المناظرة التي ستبدأ في الحال. نبدأ الآن بالاستماع إلى وجهة النظر المؤيدة للأطروحة والتي تلخصها السيدة شيماء عيسى في 99 ثانية، تفضلي إليك الكلمة. أهلا، مساء الخير جميعا. أساند هذه الأطروحة لأسباب عدة، أذكر منها أن الغاية من تدريس التربية الدينية هو إعداد إنسان صالح متزن متصالح مع محيطه متشبع بهويته. من أجل هذه الغاية تعمل الحكومات والدول العربية الإسلامية على صياغة مناهجها وتعمل على تطويرها وتحيينها وأيضا لضمان جودتها ونجاعتها ومواكبتها العصر ومستلزمات الأفراد. فمادة التربية الإسلامية هي عنصر أساسي من عناصر هوية البرامج التعليمية في بلداننا والمتوافقة مع دساتيرنا وقوانيننا وأعرافنا. لذلك فمناهج التربية الإسلامية هي
قادرة على ترسيخ القيم والمبادئ الكونية للدين وتحصن متعلميها ضد الغلو والتطرف وتكرس لديهم قيم الوسطية والاعتدال والتسامح وقبول الاختلاف والتشبع بروح الحوار. لذلك تدريس الدين في المناهج الحكومية هو واجب الدولة لتثبيت مقومات الهوية الوطنية الموحدة وتكريس الحريات العامة والانفتاح والارتقاء بالأفراد نحو مواطنة تشاركية حقيقية. شكراً. شكراً شكراً، تفضلي. والآن إلى الجانب الآخر، والكلمة الآن للدكتورة ابتهال الخطيب لتطرح وجهة نظرها للأطروحة في 99 ثانية أيضاً، تفضلي دكتورة. مساء الخير. لا يمكن تدريس مقرر تربية دينية أحادي المنظور في دولة مدنية ديمقراطية محايدة عادلة التعامل بين مواطنيها، فالتعليم الديني يعلن انحياز الدولة إلى عقيدة دينية دون غيرها، وهو يفرض قراءة محددة من هذا الدين على ما عداها، مشكلاً أول وأخطر مظاهر الدولة الثيوقراطية التي كانت ولا زالت المصدر الأول للإرهاب في العالم. لا يمكن للدولة أن تبقى على حيادها ومدنيتها وهي تقدم حقيقة مطلقة لبشر متنوعي الحقائق. يستحيل عليها أن تنتج جيل مفكر مبدع إذا ما ألقمته حقائق تصنع من أفراده نسخاً متطابقة في التفكير. يستحيل أن يستتب فيها أمن أو سلام وهي تعلن من خلال تعليمها الرسمي تضامنها مع عقيدة القوي دون الضعيف. ثم ما هو نتاج فرض تعليم ديني أحادي الرؤية صارم الحقائق في مدرسة تقدم العلم والذي هو بتعريفه مادة تقع تحت التجربة والبرهان وقابلة للنقد والتشكك؟ من هو الشخص المؤهل لهذه المهمة؟ وما هو نتاج تجاربنا لحد الآن مع مخرجات التعليم الديني في الوطن العربي؟ لقد انطلقت رحلة التطور الإنساني فقط عندما انفصلت المؤسسة التعليمية عن المؤسسة الدينية، عندما تحررت المدرسة تماماً من المحرمات وتخلص التفكير العلمي من المحظورات، عندها فقط قفزت البشرية خطواتها الجبارة إلى الأمام. البدائل الكثيرة، نرى نتاج تدريسها تقدم وسلام في الديمقراطيات العريقة والتي لا بد لنا أن نتبعها. شكرا لك دكتورة ابتهال. إذن الآن سنبدأ بنقاشنا لهذه الأطروحة. سأبدأ من الجانب المعارض ومع مروان المعزوزي طبعا من المغرب. إذن مروان، كما نتابع من الدول العربية فبشكل واضح تزايد الجدل بعدد من الدول العربية خلال السنوات الماضية حول ضرورة مراجعة المناهج الدينية في المؤسسات التعليمية كإجراء من بين إجراءات أخرى وعديدة لمواجهة الفكر المتشدد وأيضا المتطرف. لكن برأيك، هل ترى أن إلغاء تدريس المناهج الدينية في المدارس سيساعد مثلا على الحد من هذه الأفكار المتطرفة في المجتمعات العربية؟ أوكي. أولا وقبل كل شيء يعني أشكرك على هذا السؤال. أريد فقط توضيح شيء، وأنه لا علاقة ما بين تدريس المادة الدينية وما بين التطرف، سواء درسنا المادة أو لم ندرسها فلا علاقة لذلك، والواقع يشهد بذلك. كيف؟ فهذا السؤال مطروح وكأننا لا ندرس المناهج الدينية وهناك تطرف، ولكن الواقع يثبت أننا ندرس مناهج دينية في مختلف البلدان العربية ومع ذلك فهناك تطرف. إذن فالتطرف مسألة لها أبعاد أخرى نفسية اجتماعية اقتصادية ولا علاقة لها بتدريس الدين من عدمه. نعم. طب نود أن نسمع وجهة النظر المؤيدة لهذا الموضوع، فكما يقول مثلا مروان بأنه ليس هناك أي علاقة بين المناهج الدينية مثلا والأفكار المتطرفة. فحسان، ما وجهة نظرك بهذا الموضوع؟ يعني ونستطيع أن، لا أريد أن أقول أن نفند، لكن في هناك يعني العديد من الأمثلة والإثباتات الموجودة على أرض الواقع. فمثلا دائما ما تدافع القيادات الدينية وعلى رأسها مؤسسة الأزهر الشريف في مصر عن براءة مناهجها مثلا من إنتاج متطرفين، لكن الواقع يشير إلى أن العديد من قادة ومناظري الجماعات الإسلامية المسلحة قد درسوا في جامعة الأزهر، ونود أيضا
أن نعطي أمثلة على من درس وتخرج من جامعة الأزهر، مثلا على سبيل المثال الدكتور عمر عبد الرحمن الأب الروحي للجماعة الإسلامية في مصر، نتكلم أيضا عن أبو بكر شيكاو زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية. فما ردك على ذلك؟ نود أن ترد على إجابة مروان وأيضا على هذا السؤال أو على سؤال مروان. بموقفي المؤيد لهذه الأطروحة وتناقض الكلام بمعنى لدى الطرف الآخر الضد، هو قال لا علاقة للتطرف بالدين. إذا لم تكن هناك لك علاقة بالتطرف بالدين فلماذا ترفض هذا المبدأ؟ فلماذا ترفض تدريس الدين؟ أجيبك لماذا أرفض. نعم. لنستمع إلى وجهة. لكن أود أن أرجع لسؤالك عن مؤسسة الأزهر. العنوان الرئيسي لهذه المناظرة هو التعليم الحكومي ومؤسسة الأزهر، وهناك فرق كبير يجب معرفة التفريق بين جامعة الأزهر ومؤسسة الأزهر. مؤسسة الأزهر هي تابعة لوزارة الفقه أو الوزارة المسؤولة بالدين في. نعم، لكنها مؤسسة حكومية. مؤسسة حكومية لكن ليس لها دخل بوزارة التربية والتعليم الحكومي. نعم. فهذه مؤسسة خاصة مستقلة في مناهجها في أطروحاتها، ويدرس فيها الأئمة والمفتيين وأصحاب الدين والمختصين في الدين. لكن المدارس الحكومية والتعليم الحكومي الذي نتكلم عنه اليوم هو مختص أكثر في وزارة التربية والتعليم من المعلمين ذو الخبرة في مجال التعليم والتعامل مع الأطفال وكيفية طرح الأفكار لديهم وكيفية التعامل معهم. إذن المعلمين في المدارس الحكومية في معظم الدول العربية هم لديهم خبرة في كيفية توصيل المعلومة الدينية للمناهج الدينية للطلاب مثلا؟ نعم أكيد، إن لم يكونوا في هذا المكان وإن لم يكونوا قادرين في أن يكونوا في هذا المكان لن يكونوا فيه أبدا، خصوصا مع القوانين الصارمة في بعض الدول في من يتم أو تعيينه في وزارة التربية والتعليم. ولكن أود أن أرد على الشيء الذي قلتيه بخصوص الوزارة أو الأزهر، ومعظم القيادات والزعامات خريجة الأزهر هي من الإرهابيين. لا نستطيع أن نجزم أن مؤسسة الأزهر هي من خرج، لا نستطيع أن نجزم أن كل من خرجتهم من جامعة الأزهر أو مؤسسة الأزهر هم إرهابيين، فهم فئة قليلة جدا ممن خرجتهم مؤسسة الأزهر، والدليل على ذلك كثير من الأشياء التي ممكن أن نطرحها. لكن سأطرح بس مجرد سؤالين. نعم. إن كانت مؤسسة الأزهر تدرس الإرهاب أو تدرس التطرف وتخرج متطرفين، فلماذا استمرت في هذه الدولة كدولة مصر وهي دولة إسلامية وتحافظ على الإسلام؟ فهل هناك من يعمل على خراب بيته أو أن يخرب بيته في إيران؟ نعم. مثل ما بيحكوا. نعم. والثاني هذا السؤال. بس خلنا أحكي شغلة بس. نعم. يعني إذا كانت برضو منهج الأزهر هي بسبب في التطرف والإرهاب وتخريج الإرهابيين، لماذا قال رئيس اندونيسيا لشيخ الأزهر أن خريجين الأزهر من أبناء اندونيسيا أسهموا بشكل كبير في تطوير المجتمع الأندونيسي والثقافة الأندونيسية؟ نحن دائما لا نستطيع أن نفرض التعميم، لكن في هناك العديد من الأمثلة، مثلا بمؤسسة الأزهر أنا أعطيتك مثالين، لكن في هناك العديد من الأمثلة. 10 من 100 ألف. نعم، لكن هي بالنهايه هم خريجي من الـ من مؤسسات، هم خريجين من مؤسسات تعتبر هي عميده الدين. طب مروان لديه وجهه نظر، وبالتالي سانتقل بعدها لسؤال للدكتور ابتهال، لكن سريعا مروان. فقط اريد ان اجيب مناظري بانني حينما اقول بانه لا علاقه ما بين تدريس الدين من عدمه مع موضوع التطرف، فهذا لا يعني تناقضا، بل أنا أقصد بأن موضوع التطرف هو موضوع له أبعاد أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية. لماذا أنت ضد تدريس الدين؟ فأنا ضده. نعم. إن لم تؤدي للتطرف لماذا أنت ضده؟ أنا ضد تدريس الدين وليس الدين، هناك فرق. لماذا تدريس الدين؟ لماذا ضد تدريس الدين؟ عن أي دين؟ المجتمعات العربية ليست كلها مسلمة. ليس أنا اللي أتحدث، أنت قلت أنا لا علاقة للتطرف بالدين أو الدين بالتطرف، فلماذا تدعو لعدم تدريس الدين؟ لأنه ليس هناك دين واحد في المجتمعات العربية. في أي مجتمع هناك أقلية دينية؟ مثلا مصر، لبنان، العديد من الدول العربية. نعم. هناك أقلية دينية. مصر غير معتمدة على منهاج واحد ولا معتمدة على دين واحد. لكن كنت تطالب بالدولة الديمقراطية والمدنية التي تطالب فيها وتنادي لها. حسان ومروان من فضلكم لم نسمع وجهة نظر الدكتورة ابتهال في سؤال. مثلا سأود أن أعطيك مثال على واحدة من الدول العربية، نتحدث مثلا عن دول مثل المغرب وتونس، دائما يعملوا على مراجعة مواد التربية الإسلامية والدينية وإصلاح مناهجها وحذف كل ما من شأنه أن يحض على الفكر المتطرف أو الفكر المتشدد. ألا ترين دكتورة أن ذلك كاف مثلا بدلا من إلغاء وجود الدين في هذه الدول، وخصوصا أن غالبية سكان هذه الدول هم من المسلمين؟ طبعا أنت لا تستطيعين أن تلغي الدين بمفهومة من المجتمعات اللي تبنى على
الأديان في معظمها، ولكن نحن نقول أن إدخال منهج تربية دينية في المدارس هي خطوة تمييزية من الدولة. هنا الدولة تميز أصحاب دين معين عن الديانات الأخرى بتقديمها منهج التربية الإسلامية اللي تعتمد رسميا، وكأنها تعلن أصحاب هذه الديانة هم المواطنين من الدرجة الأولى. هنا تبدأ الإشكالية، هي في تمييز مواطنين معينين وتوجههم كالدين الأول أو وكأن الدولة تمثل هذا الدين رسميا. نعم، لكن يعني بالنسبة للأقليات، هناك مثلا بعض الدول التي تقدم مثلا إلى جانب الدين الإسلامي الدين المسيحي كمنهاج، الدين اليهودي مثلا ممكن أن يكون كمنهاج، فما المشكلة في هذا الموضوع؟ المشكلة أن التقسيم الديني لا يقف عند تقسيم أديان فقط، ولكن أنت لديك كذلك تقسيمات مذهبية، وحتى أصحاب المذهب الواحد لا ينظرون إلى أو لا يفكرون في الدين ولا يفلسفون بذات الطريقة. نحن دائما نقول أن الأديان تتعدد بتعدد أنفاس البشر، والدين علاقة شخصية، وفي فلسفتها وممارستها هناك جانب شخصي كبير لا يمكن أن يتفق فيه الجميع. لدينا يعني المثال صارخ عندنا في منطقة الخليج العربي، الأغلبية العظمى من السكان سنة، والمناهج التي تقدم هي سنية، ولكن هناك اختلاف كبير حول طبيعتها وتوجهها. نعم. وحقيقة أنها لا تمثل حتى وجهة نظر أصحاب الديانة. نعم. نعم. أستاذة شيماء، هل لديك أي تعليق؟ نعم، تفضل. كل ما قالته الدكتورة هو جيد، ولكن أريد أن أعطيك مثالا. كل من عرف لغة قوم سلم شرهم، فما بالك بمن علم شعيرة جاره أو مواطنا مثله في هذا البلد. يعني التربية الأدينية هي مصدر ثراء واختناء وتبادل لثقافات وتنوع وتعدد، يعني من أي مجال ننظر لها فهي تزيد لا تنقص. نعم. أوكي. طب يعني إضافة. أوكي. نعم تفضل. فقط أريد أن تحددي لي، عندما تقولين تربية دينية، هل تقصدين أن ندرس جميع الديانات في مقرر واحد؟ أنتم من قلتم ذلك؟ دكتورة ابتهال قالت تنادي بالتدريس التربية الدينية، فإني مع تدريس هذا وإلغاء المنهاج الديني، فما تقصدون أنتم من قلتم ذلك؟ أول لا، أنا طرحت سؤال تطرح علي، لا تجيبني بسؤال. الدكتورة ابتهال هي من قالت التربية الدينية، هل تقصدون بالتربية الدينية تقصدون تدريس الدين السائد في المجتمع، أو تقصدون كما تفعل مصر تدريس المسيحي مسيحيته والمسلمة مسلمة، أم ماذا تقصدون؟ فإذا كنتم تقصدون لا هذا ولا ذاك، فهم كلتاهما نحن نرفضهما. لماذا؟ سأقول لماذا. ترفض الدينين؟ أولا لا يمكن أن ندرس جميع الديانات في العالم، ففي العالم توجد 1500 دين أو أكثر. أما الثانية، إذا كنتم تمشون مع مثلا رأي مصر في أن ندرس المسيحية التربية الدينية المسيحية والمسلم التربية الدينية الإسلام، فهل هذا فما الجديد في هذا؟ صديقي هذا كلام المسلم عام. لا يعرف في هذا المنهاج المسلم يعرف إسلاما. نعم. لا نريد كلاما عاما، نريد تخصيصا. حسان ومروان من فضلكم، سنسمع وجهة نظر أستاذ. هذا كلام عام، نحن نتحدث عن مناهج بعينها لسنوات معينة. يعني الطفل في السنة الأولى له منهج معين، في السنة السادسة له منهج معين، وجميعنا نعلم حظ التربية الدينية مقارنة بالمواد الأخرى، يكون ساعة ساعتين في الأسبوع على أقصى تقدير، وحتى الضارب لا يكون قوي. فبالتالي المناهج التي نراها ليست مناهج متخصصة في الفقه أو في المذاهب أو لكن غيرها، لكن هناك مناهج بل في بعض الدول العربية طبعا، يعني ولكن في لكن لا تعمم الفكره كامله على الدول العربيه. نعم، لا نعمم ولكن الغالب هي مداخل اخلاقيه، لنتعلم التسامح، لنتعلم بر الوالدين، لنتعلم الاختلاف، لنتعلم يعني اشياء مفيده للطالب في عمر معين. لابد من التنسيب، لا نستطيع. نعم. أن نطلق هكذا. نعم. سنكمل نقاشنا، لكن الآن سأعطي الفرصة للمواجهة الأولى. حسان ستتفضل طبعا من الجانب المؤيد بتوجيه أسئلة إلى الدكتورة ابتهال الخطيب، لديك 3 دقائق فقط. دكتورة، سأقتبس من مقال نشر في صحيفة القدس العربي لك: لينتهي العنف لابد أن ينتهي مصدر الإقناع، لابد من إعادة قراءة التراث، من وضع التفاسير في زمانها ومكانها،
من خلق قراءة جديدة وفهم جديد يناسبان زمننا، فيستطيع الصغار أن يستخلصوا العبر من الماضي ويفتخروا بأجزاء منه، ولكن لا يناقضون به ولا ينقادون به ولا إليه. الماضي ماض لا يعود كما الصغار الذين يقتلهم داعش كل يوم باسم الدين لا يعود. سؤال من هذا الاقتباس: ألا تظنين وجوب إعادة النظر في طريقة تدريس مادة الدين في المدارس لتتناسب مع متطلبات العصر الحالي وإخراج أجيال أوعى بحقيقة الدين ومضامينه؟ هذا أول سؤال من النص. هل ممكن أجاوب؟ تفضلي. لأن أنا الحقيقة حتى لا أذكر هذه الجملة تحديداً. كانت تحت عنوان كحول. ولكن عفوا؟ كانت تحت عنوان كحول. أوكي. على كل، أنا لما كنت أدعو ولا زلت طبعاً إلى تنقيح القراءة الدينية، فتح كتب التراث ونفضها وقراءتها قراءة جديدة، أنا كنت أقصد رجالات الدين ومشايخ الدين في قراءاتهم العامة اللي يقتنع المجتمع، وهذا حاصل في كل مكان في العالم، هي ليست حالة خاصة في دولنا العربية والإسلامية. المسيحية تطورت عندما تطورت القراءة التي يعرضها المختصين في الدين. أنا لم أكن أتكلم عن مراجعة مناهج التربية الإسلامية في المدارس، لأني كما هو واضح من مناظرتنا اليوم أقصد تدريس مناهج. لكن أنت قلتي من خلق قراءة جديدة وفهم جديدين يناسبان زمننا، فهذا هو يدعو إلى إصدار مناهج جديدة. نعم، أنا أحاول أني أشرح لك تمام. إذا تهدأ قليلا. أنا هادئ. أنا قاعدة أقول أني أنا أدعو لقراءة جديدة عامة تمام. لقراءة فتاوى بطريقة جديدة لفهم الكتب الدينية، ما يقدمه لنا مختصين الدين، أن تكون قراءة دينية تمام. سأكتفي بهذا القدر من الإجابة دكتور. أنا لم أكتفي بالإجابة. أنا أكتفيت، شكرا. أنا ما أكتفيت بالإجابة. عندي أسئلة أخرى. عندي أسئلة أخرى. هذه منهجية دينية ليست دينية أبدا. نحن في إطار المناظرة ونحن في قواعد المناظرة، فهذا يسمح لي قانون المناظرة أن أتبع هذا الشيء. من بداية الحوار أنت لا تعطي الفرصة للآخر. أعطيتك إجابتك دكتورتي. دكتورة ابتهال، سنعطي لك المجال لاحقا في الإجابة، لكن اللي متسع من لكن حسان لدينا ثلاث دقائق، فلو سمحت الأسئلة. طيب، لأن الدين باقي لا محال سواء في المناهج المدرسية أو حلقات العلم لرجال الدين، أليس من واجبنا توجيه البذرة للمنبع الصحيح والنقي عوضا عن مطالبه المناداه بالغاء تدريس المناهج الدينيه؟ لا لا. طيب، كنت تنادين او كنت تتكلمين قبل قليل عن المدينه الديمقراطيه او عن الدوله المدنيه والدوله الديمقراطيه، فما تفسيرك لتلك المدينتين او لتلك النظامين؟ الدوله المدنيه او الدوله الديمقراطيه هي الدوله التي يقودها نظام علماني سياسي وتقودها روح ليبراليه تمنع علماني وليبرالي في نفس. نعم. وتقودها روح نعم. الليبرالية تمنع الدولة العلمانية من أن تتحول نعم. إلى دكتاتورية. نعم. سنكمل بوجهات النظر، والآن لأن الثلاث دقائق سريعة جدا، لكن سننتقل الآن إلى الجزء الثاني من النقاش، وأبدأ معك أستاذة شيماء. يعني كنا نتحدث عن مناهج الدين في بعض الدول العربية، و هناك البعض يرى أن الكثير من مناهج الدين في الدول العربية هو مليء بالأفكار التي تشجع مثلاً على التطرف. فلدينا مثال موجود على أرض الواقع، ما نقله تقرير موقع ارفع صوتك التابع لفروع شبكة الشرق الأوسط للإرسال، قناة الحرة وراديو سوا، عن كتاب النشاط لمادة الفقه التي تدرس لطلاب الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية، حيث ورد فيه في هذا النص وفي هذا المنهاج: يسعى أعداء الإسلام إلى تشويه صورة الجهاد والمجاهدين في سبيل الله. فهنا يسأل الطلاب: بالتعاون مع زملائك اقترح أساليب للرد عليهم وتوضيح النظرة الصحيحة للجهاد. فسؤالي هنا: كيف يمكن نفي علاقة مناهج مثل هذه الأفكار بالتطرف والإرهاب؟ في كل الأحوال العربية السعودية ومناهجها ليست عامة في كل البلدان الأخرى، والشاذ يحفظ. لكننا نأخذ أمثلة ونود نعم. الإجابة. هناك عدد كبير من السكان في المملكة نعم. العربية السعودية نعم. هناك أفكار إرهابية، فنحن نعم. لا نستطيع أن نستثني أي دولة عربية. العربية السعودية هي مثال يعني شاذ مقارنة ومتشدد مقارنة بالوطن العربي الباقي ومناهجه. وأيضا أستطيع أن أقول أنه في الواقع لا نقف عند حرفية التأويل أو حرفية الكلام أو مثل هذا، ربما مثل ما قلنا من الأول هذه سياسات دول،
يعني المناهج هذه تعبر على سياسة الدول، ليست فقط يعني مناهج خاصة بالتعليم والتربية ومثل هذا. فالسعودية تنادي بالجهاد، هذا شيء يخصها ولا يخص بقية بلدان الوطن العربي. فمثلا نحن في تونس مستحيل تجدين شيء مثل هذا. إذن يعني نحن لا نتحدث عن تونس وعن السعودية، أو أرجو يعني توضيح وجهة النظر هذه. نحن نتحدث عن عديد من الدول العربية، ولا نستطيع القول بأن تونس، إذا كانت تونس لا يوجد فيها أي مناهج تحض على التطرف والتشدد، معناها أن جميع الدول العربية الأخرى باستثناء السعودية ليست لديها لهذا نحن ننادي ليس بإلغاء تمام، ولكن بمراجعة، بتحيين، بتلطيف، بانتقاء، خطاب موجه مثل ما قلتي للصف كذا أو الصف كذا. نعم. يعني كل عمر عنده برنامج معين لي. نعم. هي حلقتنا وأطروحتنا هي مع أو ضد، فنريد أبيض أو أسود. فمروان أيضا يعني نود أن نسمع وجهة نظرك، لديك تعليق. أنا في نظري، ولذلك أنا أقول بأنه لا علاقة ما بين تدريس الدين أو التطرف. لماذا؟ لأن مناهج الدين أو المناهج التي نريد تغييرها هي مرتبطة بذاتية الذي يغير. فمن الذي يغير؟ شيخ أو شخص يعمل في الوزارة إلى آخره. فهنا تحضر الذاتية، هنا يمكنني أن أنتقي من الدين ما أريده، أن أنتقي العدل، أن أنتقي التسامح، أو أن أنتقي التطرف. فأنا يمكن أن أطلع لك أي شيء من أي دين. لذلك فأنا أقول بأن الدين هو مسألة شخصية، لا ينبغي أن تدرس في التعليم العمومي. إذا أردنا أن ندرسه في الخصوصي فذلك ذلك شيء آخر. إذا أردنا أن ندرسه يدرسه الآباء في المساجد في الكنائس، ولكن أن نبعده عن التدريس العمومي، لأن التدريس العمومي هو موجه لعامة الشعب، وعامة الشعب ليسوا كلهم مسلمين، وحتى لو كانوا مسلمين ليسوا من مذهب أو طائفة واحدة. نعم دكتورة ابتهال، ربما أعلق أستاذة شمال، لأن الكلام اللي تقولينه هو كلام جميل جدا، ولكن حتى التنقيح بحد ذاته هو وجهة نظر، هي رؤية وقراءة. لذلك أنت حتى أصحاب المناهج المتطرفة لا يعتقدون أنها متطرفة، هم يعتقدون أنها معتدلة. نعم. ومنقحة. هنا تدخلين في تعدد الآراء، لكن الدين بعمومه هو فلسفة أو قراءة لها خطوط حمر. يعني أنت لا تستطيعين أن تستمر في فتح باب الحرية مطلقا. دكتورة ابتهال، سأتوجه إليك بسؤال آخر. بحسب دراسة للباحث الأردني محمد فاعول نشرها مركز كارنيجي للشرق الأوسط، يقول فيها بأن التعليم الديني الإسلامي هو حاضر في نظام المدارس الحكومية بوصفه مقررا دراسيا مستقلا في جميع الدول العربية، ويفرض على الطلاب والموظفين مراعاة جميع الشعائر الإسلامية مثل الصلاة والصوم. وأيضا في بعض الدول ونشاهد هذا الأمر بأنه يتعين على الفتيات تغطية أنفسهن، أيضا ارتداء الحجاب. إضافة نضيف إلى أن هناك الأنشطة الطلابية، وجميع الأنشطة الطلابية فعليا تهدف إلى تعزيز المعايير والقيم الدينية. فبرأيك ألا يعتبر ذلك منطقيا، خصوصا أن سكان هذه الدول مسلمون، وبالتالي هذه التعاليم تعبر عن هويتهم الدينية؟ نعم. ليس كل السكان مسلمين، هذه الغالبية، هذه نقول الغالبية الأولى. نعم. وفي الديمقراطيات الصحيحة، هي الديمقراطية هي ليست شورى، هي ليست رأي أغلبية. الديمقراطية هي كذلك حفظ حقوق الأقليات. لذلك الأقلية التي لا ترى أن المدرسة تمثل دينها ستشعر مباشرة أنها مواطنين درجة ثانية، وأن هناك نوع من التمييز الفكري ضدهم. نعم. هناك أيضا قراءات مذهبية مختلفة، يعني أنت ستدخلين في متاهة لا تنتهي، وهذا هو الحال حاصل الآن. أن هناك طلبة يذهبون يتعلمون منهجية هي ليست ما يسري عندهم في البيت. نعم. فيقال لهم أن هذا مجرد منهج اكتب فيه. أنت هنا أنت تؤسسين حتى لحالة من النفاق. أنت مجرد تتعلمه وتحفظه وتؤدي. نعم. في الامتحان. حسان لديه تعليق، ما تعليقك يا حسان؟ ما المشكلة بوجود المذاهب؟ يعني الاختلاف لا يسد للود قضية بشكل رئيسي. بشكل آخر، إن اتفقنا على الأصول فما مشكلة في الاختلاف؟ أين مشكلتك في المذاهب؟ يعني أنت ترجع بتحكي كل شوي إنه أختلف لوجود المذاهب، نختلف في وجود المذاهب، أين المشكلة في اختلاف المذاهب؟ وإن كانت اختلاف فالأصول واحدة وثابتة فهي لا مشكلة فيها. كنت برضو في سياق الحكي أو في سياق الحديث كان هناك تكلم على أن الدين هو فلسفة أو نوع من أنواع الفلسفة، والفلسفة فهي علم، فالعلم يدرس، والدين هو علم يعتبر من ناحية كلامك فهو يدرس. فأين المشكلة إن نعم. تم تعليم هذا؟ لنسمع التعليق من مروان. أولا وقبل كل شيء،
يلزمك في كلام في الكلام أن تميز ما بين الدين والعلم. أنا لم أقل أنه علم. قلت أن أنا الدين لم أقل علم. أنه علم. لا لا لا. الدين ليس علم. أنا لم أقل أنه علم. الدكتورة قالت أن الدين هو فلسفة والفلسفة هي علم. أوكي. فالدين يعتبر علم. هذا هو نتاج كلامي وليس كلامي. هي قالت لا تقول شيء لم أقله لو سمحت. أوكي. بمعنى أنه مرتبط بمنظور الشخص الذي يقرأ ويدرس ذلك الدين. أنا أريد فقط أن أجيب عن السؤال الذي قالت وأجيبك عن سؤالك. إن فرض الدين على الأطفال وفرض الحجاب أو فرض الصلاة هذا شيء يتنافى مع جميع أعطني أمثلة. مع جميع أعطني أمثلة على هذا الشيء. أعطني أمثلة على أشخاص. نعم. فرضوا عليك الصلاة أو الحجاب. الواقع. أعطني أين الواقع؟ لا تقل لي واقع. أعطني دراسات. الواقع. الواقع. أعطني دراسات. لا تقل لي واقع. أين هم؟ سمحوا لي أعلق أنا على الموضوع بما أن السؤال أتى تعليقا على تعليق. طبعا أين المشكلة في المذاهب واتفاق على الأصول؟ هذا غير صحيح مطلقا. ولربما المعيشة في المغرب العربي لأن المحيط أقل يعني أهدأ وأكثر أقل حدة في الاختلافات المذهبية لا تبدو هذه المشكلة لديكم واضحة، لكن إحنا مثلا في المشرق العربي نعرف أن هناك مشكلة واضحة، لا يوجد اتفاق حتى على يعني الأصول الأساسية، هناك اختلافات بين المذاهب بين الشيعة والسنة، هناك اختلافات عميقة في المذاهب. مثلا في لبنان يوجد مدارس جعفرية، مدارس سنية. نعم. يعني مرتبة الأمور. لو في إرادة أننا نجد حل لنرتب هذه الأمور هذا دون وجود يعني تقاطعات. صحيح. هذا الجانب الحل اللي إحنا نتكلم فيه. يعني أنا في رأيي جانب الحل الذي نتكلمين فيه، فأنت تقرين تدريس الدين والمذاهب. إذا تسمحون لي أخلص الفكرة بس. الفكرة أن هناك اختلاف شديد على المذاهب، في المذاهب مثلا المذهب الشيعي والسني احنا عندنا العلاقة حادة في منطقة الخليج، لذلك احد الحلول اللي انا شخصيا اطرحها تعويضا عن غياب منهج تربية دينية في المدارس، لربما انا يعني انظر الى النموذج الامريكي كنموذج لربما يستحق النظر فيه، نظرا لان امريكا دوله متدينه بطبيعتها، هي بروتستانتيه كاثوليكيه الهوى. اعتقد ان تدريس مناهج مثل مناهج الاخلاق او حتى تواريخ الاديان، على فكره تواريخ الاديان مهمه جدا لاتساع افق الطلبه. سريعا دكتوره لنستمع الى وجهه لكن نعم بس انهي هذه الفكره. لكن الدوله طبعا العلمانيه الليبراليه الحقيقيه اللي تعطي مجال لفتح مدارس، لكن نحن لسنا في دول علمانية فقط، إذا تعطيني نحن في دول مسلمة. نعم. مثلا تونس هي من الدول المتفتحة. لنسمع وجهة نظر الأستاذة شيماء. أريد أنهي الفكرة ما أنهيتها. أرجوكي يعني تونس ما الآن في 2014 احنا صادقنا على دستورنا الأخير وكان عندنا فرصة أن نقول أنها دولة علمانية وننجز علمانية واضحة. طيب. لكن الشعب والقادة لم يختاروا التمشي في هذا المجال، وعامة الشعوب العربية لم تختار يعني النموذج العلماني. طيب. لماذا الآن أريد أن أنهي هذا مشكل مغلوط؟ يعني أريد أن أنهي الفكرة. أريد أن أنهي الفكرة لأن ما أنهيتها أصلا. تفضلي دكتورة. الفكرة هي أن الدولة مرة أخرى الديمقراطية الحقيقية اللي يفترض أن أعتقد الدولة الحقيقية الصحيحة هي العلمانية الليبرالية. هذه الدولة تصور تسمح هذا تصور يعني. نعم. أود أن أنهي الفكرة بس لتكمل لأننا سننتقل إلى سؤال. نعم. آخر سريع. هي الدولة اللي تحمي الأديان وتحمي ممارسة وتدريس الأديان، ولكن في غير الوقت الحكومي أو في المدارس الحكومية، بمعنى أنه ممكن فتح مدارس بعد الظهر للطوائف المختلفة والأديان. نعم. المختلفة هذه المدارس مثالك على هذه الفئات أين موجودة؟ هذا ممكن أن يكون حل مقترح من الدكتورة ابتهال وهي وجهة نظر بالنهاية. ما الفرق من أن تكون حصة التربية الدينية على ساعة واحدة من أن تكون على لأنها بالنهاية هي حرية لأن بعد الظهر لأن بعد وقت التدريس الحكومي أظن أنه مثل أنه مغلوط. أنا العالم والله قاعدة أحاول هي بالنهاية تقول أنا أحاول اختيار. نعم. تسمحني بس أشرح الفكرة بس سريعا والله في دقيقة يعني. ليس لدينا وقت. أنا أعتذر منك، سأعطيك المجال مرة أخرى لتعبري عن وجهة نظرك. سأنتقل إلى حسان وإلى دراسة أخرى أيضا في مركز كارنيجي إلى مقرر التربية الإسلامية، بالحديث مثلا بمثال في تونس. مقرر التربية الإسلامية في المدارس الابتدائية والمتوسطة في تونس، إلا أن تونس تصف الشعائر الإسلامية بأنها مسألة شخصية وواجبا دينيا يحمل مسؤولية فردية
اتجاه الله، وليس ثمه اي الزام ضمني من جانب الدوله او من جانب المجتمع. فاذا كان الامر واجبا فرديا، لماذا تقوم الدوله باجبار التلاميذ على دراسه الدين؟ ونحن هنا نتحدث عن المدارس الابتدائيه لنوضح وجهه النظر، فلماذا تقوم الدوله باجبار التلاميذ؟ بالطابع الغالب على مجتمعنا او بالوطن العربي، الدول العربيه هي مجتمعات مسلمه وهي دول مسلمه بدستورها الرئيسي. فتدريس الدين في المناهج هو تعريف لقواعد الدولة، لمنظومة الدولة التي تعمل عليها الدولة. هي لم تجبر أحدا، هي أجبرتهم، هي لم تجبرهم بمعنى إجبار، هي فقط توضح مبدأ المنظومة التي تسير عليها هذه الدولة أو تمشي عليها هذه الدولة، ما لها عفوا ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وما على الفرد من حقوق وما على الفرد من واجبات، احترام الآخرين، احترام الطوائف الأخرى، التسامح معهم. مروان لديه تعليق. تفضل. أنت تتحدث وكأن المجتمعات العربية تقول كلها مسلمة. أنا أريد أطرحك سؤال، هل هناك إسلام واحد؟ أنا لم أقل هل هناك مسلم. إسلام أنا لم واحد؟ أنا كل الدول مسلمة. هل هناك إسلام واحد؟ في الإسلام بل حتى أن الدول بل حتى أن هناك مسلمين ويرون بأنه ينبغي أن نفصل بين الدين والدولة، يعني مسلمين علمانيين. ليست هناك دراسات تؤكد عدد المسلمين وعدد السنة وعدد الشيعة أو عدد المسيحيين أو عدد أقلية الدينية الأخرى. لذلك أنا فقط أتمم جوابي. لذلك أرى أن على الدين أن يظل في محله. لا ليس صحيح. قدمت الأستاذة ممكن أن يكون في مدرسة خصوصية. هناك الأول من دستورك في الغرب ماذا يقول؟ أنت فقط جواب. دستورك الذي يحميك وأنت في العالم تتجول وأنت هنا في تونس ماذا يقول؟ يقول أن المغرب دولة مسلمة، بالتالي أنت كمواطن مغربي تنقر تحت هذا لكم. سنكمل لماذا؟ لأنه أحمى. هذا هوية، هذا انتماء. حسان وأستاذة شيماء، حسان وأستاذة شيماء ومروان، نكمل هذه المواجهة. الآن سأعطيك المجال لتتفضل في توجيه أسئلتك إلى الأستاذة شيماء عيسى في 3 دقائق. أوكي. أولا وقبل كل شيء، يعني أود منك أن تجيبيني عن هذه الأسئلة بنعم أم لا، لأنها أسئلة نعم أم لا مغلقة. هل في نظرك أن الدين مسألة شخصية؟ نعم. هل في نظرك على الدولة أن تحافظ على مصلحة وحقوق مواطنيها بدون تفرقة وتمييز؟ نعم أم لا؟ نعم. إذن من خلال هذين الجوابين يمكن أن نستنتج أنه ليس على الدولة أن تتدخل في شؤونها الشخصية، وهو الدين هو مسألة شخصية، وليس لأنه لو درسنا الدين فسوف نميز بين الناس، لأنه ليس هناك دين واحد. وش من سؤال أنت من استنتجت أنا لم أقول هذا؟ هل نستطيع أن نقوم بتدريس؟ أنا أقول أن الدين هو الحامي للحقوق. أوكي. الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي يعترف حتى المسيحية بكل الرسل. بأن الدين المسيحي هو المسيحية الدين الحامي. تعترف برسولنا محمد؟ نحن نعترف لو كان بيننا بعيسى المسيحي. لهذا نحن نعترف بالإسلام وبالمسيحية وبكل الأديان. نقول عن المسيحية ضال وعن اليهودي مطلوب عليه. لم نقل عنهم ضال. سؤالي الثاني هل نستطيع أن نقوم بتدريس جميع الديانات والطوائف الموجودة في مجتمع ما في مقرر دراسي واحد؟ هل نستطيع؟ هل صيغة الإطلاق هذه في سؤالك هي صيغة علمية؟ هل ممكن؟ ولماذا تريدين تدريس الدين؟ أسئلتك ليست جدية. هل يمكنك ضمان للموضوعية في تدريس التربية الإسلامية؟ هل يمكنك ضمان الموضوعية؟ أنت تتخيل أن مناهجنا أتت هكذا، يعني شيخ أو داعية جالس فأنتج لنا مقررا ليدرسه تلاميذ مدة سنة كاملة؟ ولكن لديه تفسيرات، يمكن للأستاذ أن يكون شيعياً ويدرس. هذه بداغوجيا. سؤالي الرابع. والتربية الإسلامية في مقرراتنا. سؤالي الرابع. ما التربية الإسلامية في مقرراتنا مربوطة بكافة المقررات الأخرى. ما الذي ساهم في تطور البشرية؟ تدريس الدين أم تدريس العلم؟ في نظرك ما الذي ساهم في تطور البشرية؟ أجيبيني، تدريس الدين أم تدريس العلم؟ الاثنين معا. هل يمكن للطالب اليوم أن يوفق بين نظرية الخلق الدينية ونظرية التطور المعتمدة حاليا في مجال البيولوجيا وفي مجال العلوم؟ حتى نظرية التطور الآن نتحدث على نقد ما بعد الحداثة، يعني سؤال أخير. هل يعلم الدين الحس النقدي الذي تعلمه العلوم؟ لا تقف عند الحداثة، لأن الحداثة نقدت نفسها ونقد ما بعد الحداثة الآن. هل يعلم الدين الحس النقدي الذي تعلمه العلوم في نظرك؟
الدين يعلم الحسن يعلم الحسن النقدي طبعا. هل سيتم تدريس الدين هو من يضمن إذا من خلال جوابك من خلال جوابك يعني. هل سيتم تدريس مادة نقد الدين في 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 مادة التربية الإسلامية؟ أنا درست في نظرك أنا درست في جامعة الزيتونة في تونس ومتخرجة من الجامعة في علوم شرعية ودرست النقد في رحاب هذه الجامعة. نقد الدين نعم نقد الدين تدرس عندنا في المغرب مادة اسمها مقارنة الأديان وتدرس أنا أيضا مقارنة الأديان شكرا انتهى الوقت انتهى الوقت شكرا. الآن إلى محور مهم من نقاشنا صاغته أسئلة متابعي مناظرة على منصات التواصل الاجتماعي، نشكرهم دائما على حرصهم على المشاركة وإثراء هذا النقاش وننوه إلى أننا دوما في انتظار مشاركاتكم. نبدأ باستعراض ما وصلنا من أسئلة. السؤال الأول جاء من آيات عمار من ليبيا إلى حسن، يقول هذا السؤال: هل ستتغير المناهج الدينية بتغير الحكومات مثلا؟ وما الآثار التربوية لذلك؟ الجواب ليس حسن. ليس هنالك دخل للحكومات بالمنهاج الديني، إناثة الحكومات فهي تطور على المناهج بحسب المنظومة التي تراها مناسبة لهذا الزمن، فهي متطورة مع الزمان لأننا نؤكد على تعديل المناهج ونؤكد على تطوير المناهج ومناسبتها لما نحن فيه الآن، من أن تكون جامعة لكافة الركائز الأساسية والأصول في كافة الديانات التي تدعو إلى التسامح واحترام الآخر وتقبل الآخر وعدم الغلو والتطرف وعدم نعم التعصب. شكرا شكرا حسان. طيب سؤال آخر جاء من الأردن من سهى أشقر، تقول فيه إلى مروان: في كثير من المدن والقرى لا توجد نافذة للمعرفة سوى المدرسة، كيف يمكن للتلميذ التعلم عن دينه ولو حتى المبادئ دون فرض المنهج الديني؟ فما البديل هنا؟ الجواب في الدين أصلا، يقول الرسول في حديث له: علموا أبناءكم علموا أبناءكم الصلاة منذ الصغر أو مثل هذا، بمعنى لا لم يقل يا دولة علموا مواطنيكم، قال إذا فالجواب على الآباء الذي هم الذين الآباء هم الذين ينبغي عليهم أن يدرسوا أبنائهم الدين وليس الدولة. الدولة من اختصاصاتها المحافظة على حقوق مواطنيها باختلاف مشاربهم واعتقاداتهم، لا أن تدرس دينا واحدا سائدا في المجتمع. أليس من حق الدولة علي وعلى أبنائي أن تصونهم وأن تعلمهم تراثهم ودينهم وقيمهم؟ تصونهم من خلال مادة التربية على المواطنة وليس الدين، والمواطن ودين مواطنة. شكرا وديننا شكرا دين مواطنة. شكرا مروان كل واحد شكرا مروان على الإجابة. سؤال آخر إلى الأستاذة شيماء من عمر من المغرب، يسألك: ما هي الديانات التي ستقحم في المناهج التعليمية؟ أليس من الممكن أن يطرح موضوع تناول الديانات في الكتب توترا حادا بين التلاميذ في غياب منهجية علمية سوسيولوجية؟ أولا نحن نود أن تكون هناك منهجية علمية سوسيولوجية في طرح هذه المسائل ولا نتركها هكذا. وأنا من أول ما ابتدأت حديثي قلت أنه لكل طالب في كل مرحلة مقرر معين، يعني لا يصح أن نعطي للتلميذ في السنوات الابتدائي مثلا قضايا كالاختلافات أو غيرها. نعم يعني لكل وقت وعمر يوجد برنامج نعم. معين. نعم دكتورة ابتهال، ما رأيك برد الأستاذة شيماء؟ يعني أنا أعتقد بداية الإشكالية تأتي من تحديد أن الدولة هوية الدولة تتأتى من الدين، وأنا لا أعتقد أن هناك دولة مسلمة أو مسيحية، الدولة مؤسسة تدير شؤون لكن البشر، لكن هذا الموجود في بلداننا، ولكن الناس هم اللي يكون لهم هذا دين. هذا الموجود يعني الناس دكتورة ابتهال، إذا تسمحين لي أكمل هذا الموجود مقال. يعني أذكرك إذا تسمحين لي أكمل نعم. جوابي لكي لا نتحدث على أشياء هلامية يعني فقط نتحدث لدي عن لديها الحق لديها الحق في أن تكمل جوابك. إذن الأفراد هم اللي يحملون ديانة وليس الدولة، لذلك حتى المسيحيين الذين إذا كانوا ماينوريتي أو أقلية في دولة مسلمة لابد أن يمتمون على ذات القدر بانتمائهم لهوية الدولة. نعم. لدينا سؤال موجه لك على صفحات التواصل الاجتماعي من أيوب من المغرب أيضا، يقول لك ويسألك: كيف يمكن ترسيخ القيم الدينية في صفوف المتعلمين؟ القيم الدينية هي قيم خاصة يمكن تشربها من المنزل من الأهل، أو في حال المثال اللي كنت أحاول أكمله وما صارت لي فرصة، وهو المدارس الخاصة اللي ممكن الجاليات الدينية تفتحها تحت رعاية الدولة ورقابتها. نعم. ولكن في غير الأوقات ولكن في غير الأوقات الرسمية حتى لا تكون الدولة الجالية. السؤال إلى الدكتورة ابتهال من فضلك تفضلي. حتى لا تكون لسنا في جالية نحن مواطنين
حتى لا تكون الدولة يعني تمثل دينا معينا بغيره، فلذلك تحمي كل الأديان وتعطي كل الأديان الفرصة لأن تعبر عن نفسها من خلال مدارس بعد الظهر. هذا المثال موجود في أمريكا، أتذكر الأطفال لما يغادرون المدارس في يذهبون إلى مدارس تدرس اللغة العربية والتربية الإسلامية ومدارس تدرس المسيحية وغيرها. طب أنت تطالبين في تدريس الدين في المدارس الأهلية والخاصة وأغلب الشعوب العربية هي تحت خطوط الفقر، كيف تدرس الدين؟ أين لي أن أتلقى علم الدين؟ أنا لم أطالب بذلك. لم تطالبي بذلك؟ لا نعم. لم أطالب. شكراً. أنا طالبت بتدريس في مدارس بعد الظهر تفتح وغالباً يعني هذه غالباً الاقتصادات العربية من سيشرف عليها؟ أنا قاعدة أحاول والله أجاوب. غالبيه هذه المدارس لدينا سؤال من الجمهور. دائما يسعدنا ان نتلقى سؤالين من الجمهور. سنبدا مع غاده. غاده ستسالي سؤال الى الفريق المؤيد وستوجه سؤالك لحسان. مساء الخير، سؤالي للفريق المؤيد. قلتم قبل قليل ان تعليم الدين هو الحاضنه المحافظه على الهويه والحقوق والاخلاق. سأعطيك مثالا لأكثر الدول المتحضرة إنسانيا وأخلاقيا واقتصاديا ومحافظة على هويتها. لو سمحتي. ومحافظة على هويتها كاليابان كمثال بارز في دستورها، تمنع صراحة تعليم الدين في مدارسها الحكومية أو حتى انحيازها لأي مؤسسة دينية، وذلك بعد نهوضها من أنقاض قنبلتين نوويتين. فكيف نهضت هذه الشعوب حضاريا وعلميا بعيدا عن التعليم الديني؟ لم أفهم سؤالك من الأول لو سمحت، الصوت كان واضح. التجربة نعم. لا لا الصوت كان سنقدمها، سأقول سأقدمها لك باختصار. التجربة اليابانية ليس هناك تعليم للدين بالمدارس، هناك تعليم لمادة اسمها الأخلاق مثلا. نعم تقدم اقتصادي وحضاري وأخلاقي أيضا طبعا. نعم تفضل حسان. تفضل حسان سريان. أولا نحن نتحدث عن الوطن العربي المسلم والتعليم في الدول الإسلامية والوطن العربي، ولا نتحدث عن دول أجنبية وغربية. لكنها تجربة ولكن رائدة. ولكن لا بأس لا بأس. لكن سوف أرد على مثالك كاليابان. اليابان دولة وضعت قوانين ووضعت أسس لهذه المنظومة التي تعمل بها الآن، التي وصلت لها الآن عن طريق دراسات وعن طريق منهج علمي واضح جدا، وحددت قوانين وعقوبات، إن لم تفعل ذلك فسوف تعاقب هكذا. ولو رجعنا للأصل فإن يعني كل الدولة لها ديانات مختلفة ومتعددة، إن كانت البوذية أو ديانات أخرى أكيد لا أذكر أسماءها، لكن كلها منبثقة من بوشيتو كود، فهي تعاليم دينية أخلاقية لديهم. نعم أستاذة شيماء، هل لديك أي إضافة؟ نعم، نحن الآن نقارن اللامقارن. لا يجوز أن نقارن يعني اليابان أو دول أخرى بما هو عليه الوضع الآن في الوطن العربي الإسلامي. نعم. الخلفية الثقافية مختلفة، ما هو كائن مختلف، الواقع مختلف، لا نستطيع أن نقارن. نعم. طب سؤال آخر أيضا لدينا، سؤال من أحمد يود أن يوجهه إلى مروان. تم القول في بداية الأطروحة أنه عند التحرر من الدين تمت التقدم والتقدم العلمي في كافة المجالات للذين تم في بداية الأطروحة. فهل هذا يتناقض مع ما وصل إليه الحضارة الإسلامية في حضارتها التي تميزت بأنها نقلت العلم إلى الأوروبيون؟ يعني سمى التعارض بين أن يكون الدين هو الذي يتعارض مع العلم، والدين يقول اقرأ والتفكر في الأمور. شكرا. لنسمع وجهة النظر من الدكتورة ابتهال ومن ثم سنسمع وجهة النظر. شكرا على سؤالك. أنا أعتقد أن الحضارة الإسلامية، تسمية الحضارة الإسلامية، طبعا هناك حتى يعني نقاش دائر حول صحة التسمية، لأن حقيقة هي لربما إسلامية سياسيا، ولكن في علومها وفي تطورها الكثير من العلماء اللي ساهموا لم يكونوا مسلمين. والعلماء الذين نفتخر أمثلة دكتور. والعلماء الذين نفتخر بهم اليوم في نعم العلماء اللي نفتخر بهم اليوم في قيامهم بالنهضه الاسلاميه هم علماء حوربوا في وقتهم وقطعت كتبهم واحرقت كتبهم وعانوا كثيرا. لذلك انا لا انفي ربط يعني الدين بهذه الحضاره بشكل رئيسي، ولكن اقول ليس الدين هو ما أوزع لهذا التطور العلمي، لم يكن نعم. الدولة سنسمع الإسلامية. من مروان أكمل تقريبا نفس الجواب. جوابك بسؤال،
في نظرك لماذا لم تبرح الحضارة الإسلامية كما سميت أو الحضارة العربية لم تبرح إلا مرحلة الترجمة، ترجمة الفلسفة اليونانية ثم تقديم الإغب، لماذا لم تبرح هذه المكانة؟ سأجيبك، لأنه لم يتم قبول هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء العلماء في عصرهم. لماذا؟ لأنهم في نظرهم خالفوا الدين وخالفوا المعتقدات، لأنه ابن رشد أو ابن سينا والفارابي إلى آخر كلهم كفروا. قل لي الرازي كفر وابن رشد أحرقت كتبه، لذلك والآن نتغنى بهم، الآن نتغنى بهم، ولكن في عصرهم حوربوا وقلنا إنهم زنادقة. أنت اليوم تستشهد بهم، أنت اليوم تستشهد بهم، لكن في عصرهم إن انتصر الفكر الذي تتحدث عنه، وإن كانت الحضارة في عصرهم كانوا يتبرعون منهم، كانوا يقولون هذو ليسوا مسلمين، والآن نفتخر بهم، الآن نقرأهم ونفتخر بهم ونفتخر بهم، فأنت اعترفت بوصولهم لهذا العلم. شكرا لكم. والآن مع المحاولة الأخيرة لكل فريق لاستمالة الجمهور وإقناعهم بوجهة نظرهم، نبدأ مع حسان القاقة ليتفضل بعرض وجهة نظره في 99 ثانية. أنا مع تدريس الدين في مناهج التعليم الحكومي. نحن نعيش في مجتمعات عربية الدين فيها جزء لا يتجزأ من هويتنا، وبالتالي بات الدين نسق عاداتنا وتقاليدنا وتكويننا الحضاري، فأن الحفاظ على الهوية الدينية أيا كان هو حفاظ على تلك الحضارة التي تتميز بها مجتمعاتنا. والدين دون شك لا يتعارض إطلاقا مع المواطنة، بل يحافظ على حقوق المواطنين مهما كانت انتماءاتهم وأعراقهم وأصولهم. فلماذا لا ننتصر لديننا، لثقافتنا، لهويتنا ولعقيدتنا؟ مسلمون كنا أو مسيحيون أو يهود أو من أي معتقد آخر، لماذا لا ننظر ونهتم بالمشترك ونطوره؟ والمختلف بيننا فهو ثراء يشكل مساحات الحرية التي منحت للإنسان للتفكر والتدبر. إلى متى سنبقى نطأطئ رؤوسنا للدول والمنظمات التي تريد أن تتحكم بكل شيء وتفعل كل جهدها للدثر ودحر هويتنا وعقيدتنا؟ فأفيقوا، فليس هنالك دخل للدين بالتطرف والإرهاب، وإنما هو الغشاء الساتر لما خفي داخل سراديب العمل السياسي والتقسيمي. شكرا حسن. والآن سنستمع إلى وجهة النظر المقابلة، فليتفضل مروان المعزوزي أيضا ب 99 ثانية. مرحبا بالجميع. حينما نقول أننا ضد تدريس الدين فهذا لا يعني أننا ضد الدين، بل نحن ضد التفريق بين الناس على أساس الدين. فنحن قبل أن نكون مسلمين أو مسيحيين، يهود أو بهائيين، أحمديين أو هندوس، فنحن أولا قبل كل شيء إنسان. فعلى الدولة أن لا تتدخل في شؤون الأفراد الشخصية، بل وحتى الأخلاق ليست مرتبطة بالدين لوحده، فهناك أخلاق، فالفلسفة درست الأخلاق قبل الدين. لذلك كفانا تمييزا، كفانا تفرقة، كفانا عنفا بيننا، ولنتوحد على كلمة سواء بيننا، وهي أننا أناس. يقول جبران خليل جبران في كتابه دمع وابتسامة: اعتزل ذكر المحرمات، فلي من ضميري محكمة تقيني من العقاب إن كنت ذا برارة، وتحرمني من الثواب إن كنت من المجرمين. هذا هو الذي أدعو إليه. لذلك فنحن لسنا ضد الدين، بل ضد تدريس الدين ومحاولة استغلاله لأسباب سياسية اجتماعية أو اقتصادية وللتمييز بيننا. شكرا لكم. شكرا لمروان. إذن سنكتشف معا الآن إلى أي مدى ساهم نقاشنا اليوم وما تفضل به المشاركون معي في الاستوديو وإضافاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير وجهة نظر الحاضرين. إذن سنعاود التصويت مرة أخرى على أطروحتي هذه المرة: يجب تدريس الدين بمناهج التعليم الحكومي. إذا كنت موافقاً على هذا الرأي وترغب في التصويت بنعم، اضغط على الرقم 1، وإذا كنت ترفض وما زلت ترفض وترغب في الإجابة بلا، فاضغط على الرقم 2.
إذن نود التنويه على أننا في انتظار مشاركاتكم في مسابقة مناظرة التي سيعلن عنها في الفترة المقبلة. حضروا أنفسكم لنقاش جديد، وبإمكانكم أن تكونوا طرفاً فيه بالمشاركة في مسابقتنا على منصاتنا المختلفة على فيسبوك وتويتر، وأيضاً على قناتنا على يوتيوب. والآن لنرى نتيجة التصويت. إذن 75% هم من المؤيدين لهذه الأطروحة، و 25% هم معارضون لهذه الأطروحة. النتيجة السابقة كانت 65% مؤيدون والمعارضون إلى 35%. إذن التغير أصبح للفريق المؤيد. نهنئ الفريق المؤيد بفوزهم بهذا النقاش. إذن أشكر ضيوفي الكرام. على يميني السيدة والأستاذة شيماء عيسى، وعلى يساري الدكتورة ابتهال الخطيب، وأيضا في الجانب المؤيد حسان القاقة من الأردن، والجانب المعارض مروان المعزوزي من المغرب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النسخة 26 من مبادرة مناظرة، والتي كانت أطروحتها يجب تدريس الدين بمناهج التعليم الحكومية. أطروحات أخرى ونقاشات بكامل الحرية والديمقراطية في انتظاركم في النسخ المقبلة من مناظرة، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.